الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى برقيات تهنئة من كبار رجال الدولة بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد. مصر تقدم مقترحاً لتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية لوقف العدوان على قطاع غزة وإعادة السلام للمنطقة. بعد مفاوضات دامت لأكثر من شهر، اتفاق إسرائيلي قبرصي لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر ممر بحري. 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري. أهلا بكم. بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد. وأعرب المستشار جبالي في البرقية عن تمنياته أن يكون العام الجديد فاتحة خير على بلادنا بمزيد من الإنجازات والاستقرار والتنمية وتحقيق كل ما يصبو إليه ويستحقه الشعب المصري العظيم، وأن يبقى وطننا الغالي دائما وأبدا واحة للأمن والأمان تحت قيادتكم الرشيدة. بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد. وأعرب رئيس مجلس الشيوخ عن دعواته لله عز وجل أن ينعم على مصرنا في هذا العام بالسلم والأمن والرخاء بقيادة الرئيس السيسي، وأن يتم تجاوز كل التحديات، وأن يتحقق على أيديكم كل ما يصبو إليه كل مصري وعربي. كما أكدت البرقية على دعم مجلس الشيوخ لقيادة الرئيس السيسي ومسيرته الناجحة لتخطي الصعاب وتحقيق التنمية الشاملة لمصرنا الغالية. بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد. وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن أخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات للرئيس السيسي، داعيا الله عز وجل أن يبارك جهوده ويسدد خطاه لاستكمال مسيرة العمل والتنمية الشاملة في بناء الجمهورية الجديدة، وأن يعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار. وفي برقيته عهد رئيس مجلس الوزراء الرئيس السيسي على بذل الحكومة المزيد من العمل والعطاء لخدمة الشعب المصري العظيم والعمل على تقدمه ورفعته وازدهاره. بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد. ودعا وزير الداخلية في البرقية الله جلت قدرته أن يجعله عام أمن وسلام وتقدم وازدهار لمصرنا الغالية، وأن يوفق جهود الرئيس السيسي ويسدد خطاه للوفاء بمسؤولياته الوطنية وإنجاز الأهداف القومية الطموحة، مؤكدا أنه سيظل أبناء مصر ورجال الشرطة منهم لديهم كل العزم والثبات في مواجهة التحديات متفانين من أجل رفعة الوطن وعزته. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب راجيا من المولى عز وجل المزيد من التوفيق والسداد لمؤسستنا التشريعية. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ متوجها بخالص الدعاء بأن يحفظ الله مصر ويجعلها على مر الزمان منارة تهدي الإنسانية لقيم العدالة والحضارة والنماء. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أكد فيها استقبال عام جديد تتواصل خلاله مسيرة العمل الوطني نحو مستقبل يحمل الأمال في مواجهة التحديات وتتكامل فيه الجهود بعزيمة وإرادة لا تلين لإنجاز المزيد من طموحات الشعب المصري العظيم، متوجها للمولى جلت قدرته أن يجعله عام خير وسلام على مصرنا الغالية. هنأ المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الخاص وجميع مستشاري المجلس
والعاملون به فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد. دعينا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على السيد الرئيس بمفور الصحة والعافية، وأن يبارك جهوده ويسدد خطاه لاستكمال مسيرة العمل والبناء والتنمية الشاملة في بناء الجمهورية الجديدة، وأن يكون عام خير ورخاء وأمن وسلام وازدهار على مصرنا الحبيبة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على الأولوية التي تمنحها الدولة لدعم مشروعات المدارس الفنية وكذا الجامعات التكنولوجية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي مع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إلكتريك أحمد السويدي لمتابعة موقف مشروعات الشركة في مجال النهوض بمجالي التعليم الفني والتكنولوجي. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يمكن أن يكون لمصر ميزة نسبية بتصدير خريجي هذا القطاع للخارج، مؤكدا في الوقت نفسه تقديم الدعم الكامل من الحكومة للتوسع في المدارس الفنية والجامعات التكنولوجية، عارضا تخصيص أي أراض تحتاجها هذه المدارس على مستوى الجمهورية. وعلى جانب آخر، اطمأن رئيس الوزراء على موقف مشروع سد جوليوس نيريري بدولة تنزانيا، والذي يتم تنفيذه من خلال التحالف المصري المقاولون العرب السويدي إلكتريك، مشيرا إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتابعة الدورية لهذا المشروع المهم. استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي جهود جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في تنفيذ سياسات المنافسة والحياد التنافسي وكذا حصاد الجهاز لعام 2023. وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أنه يتم التحضير لإجراء مراجعة النظراء الدولي من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأنكتاد حول قانون حماية المنافسة وسياسته بمصر. استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي السفير أحمد نايف الدليمي سفير العراق بالقاهرة بمناسبة انتهاء مهام عمله. وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء حرص مصر على دعم وتطوير العلاقات الوثيقة بين البلدين في المجالات كافة، منوها بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين المصري والعراقي باعتبارهما من أصحاب أقدم الحضارات التاريخية التي عرفتها البشرية. وفي ذات السياق ثمن رئيس الوزراء التعاون القائم مع العراق الشقيق سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي في إطار آلية التعاون الثلاثي مع الأردن، مؤكدا اهتمام الرئيس السيسي بمساندة العراق الشقيق حتى يستعيد مكانته التي يستحقها باعتباره أحد مراكز الثقل والحضارة في عالمنا العربي. استقبل مبنى مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة طلاب مدرسة النيل بمدينة السادس من أكتوبر الذين قاموا اليوم بجولة في عدد من مشروعات العاصمة الإدارية. وخلال جولتهم بمبنى مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة تم تقديم شرح وافي للطلاب عن جهود الدولة في إنشاء المدن الجديدة بوجه عام بهدف استيعاب الزيادة السكانية في مجتمعات حضرية مخططة وكذلك توفير فرص العمل والاستثمار، كما تمت الإشارة إلى فكرة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة ومخططها وأهم مكوناتها التي تم الانتهاء منها أو الجاري تنفيذها، والتي تشمل الحي الحكومي وعددا من الأحياء السكنية والمنطقة المركزية للأعمال التي تضم 20 برجا منها البرج الأيقوني وكذا مسجد مصر والكاتدرائية ومدينة الفنون والثقافة وغيرها من المشروعات الهامة، كما تم استعراض شبكة الطرق التي تربط العاصمة الإدارية الجديدة. وأعرب الطلاب عن فخرهم بما شاهدوه من إنجازات للدولة تعبر عن جهود كبيرة تم بذلها خلال السنوات الماضية.
التقى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية ستيفان ميل رئيس هيئة أركان السلاح الجوي والفضاء الفرنسي، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى فرنسا. تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كذلك تأكيد الجانبين على فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة الاستراتيجية وتبادل الخبرات بين القوات الجوية المصرية والفرنسية، فضلا عن الإشادة بالتعاون المثمر والبناء مع الشركات الفرنسية العاملة في مجال صناعة الطيران ودورها الإيجابي في دعم وزيادة القدرات والكفاءة القتالية للقوات الجوية المصرية. كما تضمنت الزيارة قيام قائد القوات الجوية المصرية بجولة لقيادة الفضاء التابعة لقيادة القوات الجوية الفرنسية وزيارة قاعدة مون مارسون الجوية وتفقد مركز العمليات ومركز المحاكيات المتقدمة. يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز أوجه مجالات التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة. اعتمد وزير الداخلية محمود توفيق نتيجة قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة للعام الدراسي 2023-2024. أكاديمية الشرطة صرح علمي أمني وتدريبي متفرد يقوم بإعداد ضباط الشرطة علميا وبدنيا وفقا لأحدث البرامج لمواجهة التحديات الأمنية مزودين بالقيم الأخلاقية والانضباطية. في هذا الإطار اعتمد السيد محمود توفيق وزير الداخلية نتيجة قبول دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة للعام الدراسي 2023-2024. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بأكاديمية الشرطة تم الإعلان عن ضوابط ومعايير القبول وفي مقدمتها الحيادية والموضوعية بهدف انتقاء أفضل العناصر من بين المتقدمين بدنيا وصحيا وعلميا ورياضيا. تقدر الإشارة إلى أن النسب المئوية أو تقديرات النجاح ليست هي المعيار الوحيد للمفاضلة في القبول بكلية الشرطة، ولكنها أحد المعايير لتقييم الطالب للالتحاق بها. الطلاب الجدد الذين اجتازوا اختبارات القبول هم من طلبة الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها، وخريجي وخريجات كليات الحقوق والتربية الرياضية، وخريجي الجامعات المختلفة من التخصصات التي تمثل احتياجا لوزارة الداخلية. خضعوا جميعا لاختبارات علمية وبدنية وصحية تؤهلهم للالتحاق بكلية الشرطة، مع الاستعانة بتقنيات الحاسب الآلي في إجراء الاختبارات ورصد النتائج. خضع المتقدمين للعديد من الاختبارات للتحقق من توافر الشروط اللازمة لتولي أعباء الوظيفة الشرطية، وتم الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلي في إجراء الاختبارات ورصد نتائجها، حيث يقوم الحاسب الآلي بترتيب الطلاب وفقا للأعلى في درجات الاختبارات، ويتم قبول العدد المستهدف منهم بصورة آلية دون تدخل أي عنصر بشري. يمثل الطلبة الجدد كافة المحافظات واجتازوا كافة الاختبارات المحددة بكفاءة وفعالية مكنتهم من الانضمام إلى هذا الصرح العلمي الأمني المتفرد. مالي أعداد المتقدمين من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها والليسانس في الحقوق ذكور وإناث وبكالوريوس التربية الرياضية إناث والمؤهلات الجامعية ذكور وإناث عدد 53,154، وصل منهم لكشف الهيئة 12,962، والمستهدف قبوله منهم 2,950. عدد المتقدمين لكشف الهيئة من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها 5,521، والمستهدف قبوله 800. عدد المتقدمين لكشف الهيئة من الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق ذكور وإناث 5,017، والمستهدف قبوله 1,550. عدد المتقدمات لكشف الهيئة من الحاصلات على شهادة البكالوريوس في التربية الرياضية إناث 400 طالبة، والمستهدف قبوله 50. عدد المتقدمين لكشف الهيئة من الحاصلين على المؤهلات الجامعية بقسم الضباط المتخصصين ذكور وإناث 2,024، والمستهدف قبوله 500. وتم خلال المؤتمر عرض فيلم تسجيلي حول إعداد وتأهيل طلبة كلية الشرطة على مدار فترة دراستهم إلى أن يصبحوا مؤهلين عقب تخرجهم لحمل مشعل أمن وأمان هذا الوطن.
الإعلان عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بكلية الشرطة من طلبة الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها وخريج كليات الحقوق والتربية الرياضية ذكور وإناث والتخصصات الجامعية التي تمثل احتياجا لوزارة الداخلية هي فرصة للمقبولين لتحقيق حلمهم للالتحاق بهذا الصرح العلمي الأمني المتفرد ليصبحوا حماة أمن هذا الوطن. الاختيار تم بكل حيادية وموضوعية ووفقا للضوابط المعلنة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. صرح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان أن مصر قد طرحت بالفعل إطارا لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية سعيا وراء حقن الدماء الفلسطينية ووقف العدوان على قطاع غزة وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة. أوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن صياغة هذا الإطار قد تمت بعد استماع مصر لوجهات نظر كل الأطراف المعنية بهذا الإطار، مشيرا إلى أن المقترح يتضمن ثلاث مراحل متتالية ومرتبطة معا وتنتهي إلى وقف إطلاق النار، مشددا على أن كل ما يتعلق بموضوع الحكومة الفلسطينية هو موضوع فلسطيني محض وهو محل نقاش بين كل الأطراف الفلسطينية. أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن مصر لم تتلقى حتى الآن أي ردود على الإطار المقترح من أي طرف من الأطراف المعنية، لافتا إلى أنه سيتم بلورة المقترح بصورة مفصلة كما سيتم إعلانه كاملا للرأي العام المصري والعربي والعالمي عند ورود الردود من الأطراف المعنية. ذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن مخططات الحكومة الإسرائيلية تعمق من حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتسعى للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة لمنع تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض. وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن مخططات استكمال مراحل الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة وتخصيصها كعمق استراتيجي لدولة الاحتلال والاستيطان من شأنه تخريب أي جهود إقليمية ودولية مبذولة لإحياء عملية السلام والمفاوضات. وأدانت الخارجية الفلسطينية الانتهاكات والجرائم المتواصلة لقوات الاحتلال وعصابات المستعمرين ضد المواطنين وأراضيهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتي تشهد تصعيدا ملحوظا. عقد البرلمان العربي جلسة خاصة تحت عنوان نصرة فلسطين وغزة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. بدأت الجلسة بالوقوف لدقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وبحثت الجلسة مستجدات الحرب الإسرائيلية على القطاع والتصعيد الخطير في الضفة الغربية وكذلك تبعات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. وتعد هذه الجلسة استمرارا للتحركات المتواصلة التي يقودها البرلمان العربي لدعم الشعب الفلسطيني الأعزل ووقف حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي. أصحاب المعالي الحضور الكريم، على مدار ما يقرب من 3 أشهر متواصلة يتعرض شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة لحرب إبادة جماعية وتهجير قسري، وترتكب ضده جرائم حرب مكتملة الأركان في أبشع صورها والتي راح ضحيتها آلاف الأبرياء المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء الذين ترتكب ضدهم محرقة حقيقية بشكل يومي بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وللأسف الشديد فإن الصور الصادمة لأشلاء الضحايا من المدنيين ومشاهد الدمار الكامل والشامل الذي يشهده قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي لم تحرك للعالم ساكنا
ولم يستطع مجلس الأمن الدولي أن يصدر حتى مجرد قرار لوقف إطلاق النار، على نحو يجسد أكبر أزمة إنسانية يواجهها الضمير العالمي في العصر الحديث، وسيخلد التاريخ هذه المأساة الإنسانية التي لا تقل دماراً عن مأساة هيروشيما وناجازاكي وغيرها من المآسي التي شهدها تاريخ البشرية. الحرب المستمرة ضد غزة وتلك المستمرة بلا هوادة ضد شعبنا ومدننا وقرانا في القدس والضفة الغربية، فإن الاستخفاف الأمريكي بالمجتمع الدولي وإعطاء الغطاء والحماية لإسرائيل من أجل الاستمرار في الحرب ضد الشعب الفلسطيني واضح ونراه جليا. في استخدامها المتكرر الفيتو لتعطيل إرادة المجتمع الدولي وشل قدرة مجلس الأمن على إجبار إسرائيل وقف إطلاق النار حتى إلى أدنى المستويات، وهو الوقف المؤقت للقضايا الإنسانية ولأغراض إنسانية. أكد نائب رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان العربي فهمي الزعرير أن الجلسة خصصت بالكامل للقضية الفلسطينية وتطورات العدوان الإسرائيلي في جميع أنحاء فلسطين خاصة في غزة. وفي تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أعرب المسؤول الفلسطيني عن اعتزاز بلاده بحجم المسؤولية لدى أعضاء البرلمان العربي تجاه القضية الفلسطينية. الجلسة هذا اليوم مخصصة كليا من أجل فلسطين ومن أجل قضية فلسطين، هذه دورة الانعقاد الرابعة بالفصل التشريعي الثالث، ولكن خصصت فقط لأجل فلسطين، لن يناقش أي موضوع آخر خارج إطار قضية فلسطين. هذا شعور من رئاسة البرلمان العربي ومن أعضاء البرلمان العربي في أن القضية الطارئة والراهنة التي تشغل كل أبناء الأمة وكل مؤسساتها هي قضية فلسطين وحرب الإبادة والتطهير العرقي التي تتم في قطاع غزة على نحو خاص، العدوان النشط في كل شبر في أنحاء فلسطين في الضفة الغربية والقدس وفي قطاع غزة. وهذه الجلسة نحن في فلسطين نعتد ونعتز بحجم المسؤولية والاطلاع بالرهانات الحقيقية لأعضاء البرلمان العربي. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن سكان غزة يواجهون خطرا جسيما بسبب انتشار الجوع الحاد واليأس في جميع أنحاء القطاع. وقال المدير العام للمنظمة الأممية تيدروس أدهانوم إن المنظمة سلمت إمدادات إلى مستشفيين إحداهما في الشمال والآخر في الجنوب، مشيرا إلى أن 21 من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة توقفت تماما عن العمل. ودعا مدير منظمة الصحة العالمية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة للتخفيف من الخطر الجسيم الذي يواجه سكان القطاع. استنكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة التدهور السريع لحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة. وأوضح التقرير الأممي أن نحو 300 فلسطيني استشهدوا في الضفة الغربية منذ 7 من أكتوبر الماضي. من جانبه دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان دعا السلطات الإسرائيلية لاتخاذ خطوات فورية وواضحة وفعالة لوضع حد لعنف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين والتحقيق في جميع حوادث العنف التي يرتكبها المستوطنون وقوات الأمن الإسرائيلية. أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن قطاع غزة يعاني من جوع كارثي، حيث إن 40% من السكان معرضون الآن لخطر المجاعة. جاء ذلك في تدوينة نشرها مدير شؤون أونروا في غزة توماس وايت عبر حساب الوكالة الأممية على منصة إكس. وأضافت الوكالة أن أمر الإخلاء الذي أصدرته السلطات الإسرائيلية مؤخراً يتسبب في استمرار التهجير القسري في المناطق الوسطى من غزة، مشيرة إلى أن معظم أولئك النازحين اضطروا للتحرك للمرة الثانية خلال الحرب. وبشأن الصعوبات التي يواجهها سكان غزة، قالت أونروا إن الأمل الوحيد المتبقي هو وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.
ميدانيا استشهد ما لا يقل عن 16 فلسطينيا وجرح العشرات إثر قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي لأحد المنازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على منزل في مخيم الشبورة في رفح جنوبي القطاع، مما أدى لوقوع العشرات بين شهداء وجرحى. كما دمرت طائرات الاحتلال مسجد التقوى شرق حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة أن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ 7 من أكتوبر الماضي إلى 21,320 شهيداً و 55,603 مصاب إثر العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع. وأفاد القدرة باستشهاد 210 فلسطينيين في القصف الإسرائيلي خلال الساعات 24 الماضية. عشرات الشهداء الفلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء خلال اليوم 83 من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. فجراً شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على مواقع مختلفة في قطاع غزة، إذ استهدف قصف إسرائيلي دير البلح ومخيم المغازي وسط قطاع غزة خلف عدداً من الشهداء والجرحى. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية فقد استهدف الاحتلال سيارة مدنية كانت تنقل جرحى من دير البلح، مما أدى إلى استشهاد جميع من كانوا فيها. وفي قصف إسرائيلي آخر استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون معظمهم من الأطفال والنساء في استهداف إسرائيلي لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة شهدت أيضا غارات عنيفة من طائرات ومدفعية الاحتلال، مما أسفر عن استشهاد وجرح عشرات المواطنين معظمهم أطفال ونساء. وسقط نحو 30 شهيدا في مجزرة مروعة ارتكبتها قوات الاحتلال بالقرب من مستشفى الأمل في خان يونس، كما تعرضت أرض زراعية شمال مدينة رفح جنوب القطاع لغارات إسرائيلية جديدة. هكذا يعيش الفلسطينيون في غزة بين نارين مقهورين، نار حزنهم على ذويهم الذين قضوا خلال القصف الوحشي للاحتلال، ونار رؤيتهم لجثث لا يستطيعون نقلها بسبب قصف المستشفيات ونقص سيارات الإسعاف، مما يدفعهم لنقلها عن طريق أي شيء آخر، وقد يصل الأمر لنقلها على الأكتاف. 16 مجزرة بحق عوائل بكاملها ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة فقط، راح ضحيتها 195 شهيداً و 325 إصابة في عدوان غاشم على كل شيء يتحرك على الأرض. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة 49 عسكرياً في معارك قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. وأفاد أن حصيلة الإصابات منذ بدء العملية البرية في القطاع وصلت إلى 921 ضابطاً وجندياً. دهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مساكن في خربة الفارسية في الأغوار الشمالية. وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس إن قوات الاحتلال اقتحمت الخربة ودهمت مساكن المواطنين وخيامهم وفتشتها وخربت محتوياتها. وفي نابلس هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي محطة للمركبات قرب مدخل قرية الساوية جنوب نابلس.
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها أعطت موافقة مبدئية لقبرص على إنشاء ممر بحري لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب. ويهدف الاقتراح الذي يتم التفاوض بشأنه منذ أكثر من شهر إلى إدخال كميات كبيرة من المساعدات إلى قطاع غزة، حيث يعاني نحو 2.4 مليون نسمة من نقص مزمن في المياه والغذاء والوقود والأدوية وغيرها من مقومات الحياة في ظل دخول محدود للمساعدات. تهدف المبادرة إلى تعزيز عمليات الإغاثة الإنسانية لقطاع غزة من خلال استيراد كميات كبيرة من المساعدات عن طريق السفن بدلاً من التسليم المحدود بالشاحنات عبر معبر رفح الحدودي مع مصر. حكم على مجند إسرائيلي بالسجن لمدة 30 يوماً بعد رفضه الخدمة احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية فإن المجند هو أول إسرائيلي يرفض الخدمة احتجاجا على العدوان على غزة لعدم اقتناعه بالمشاركة بما وصفه حفلة القتل الجماعي في غزة. تعاني إسرائيل حالة من التخبط الداخلي بسبب عدوانها المتواصل على قطاع غزة، وذلك في ظل تضارب وجهات النظر حول جدوى استمرار الحرب. يأتي ذلك في ظل عدم تحقيق جيش الاحتلال الإسرائيلي لأهدافه التي أعلنها قبل بدء غزوه البري لقطاع غزة. ضغوط دولية كبيرة على إسرائيل لإنهاء عدوانها الغاشم على قطاع غزة وما تسبب فيه من مأساة إنسانية واسعة النطاق وغير مسبوقة ربما منذ الحرب العالمية الثانية. وبينما تتزايد هذه الضغوط الخارجية، تبدو إسرائيل في حالة من الاهتراء السياسي في ظل تزايد النداءات المطالبة بوقف الحرب وتفضيل إعادة المحتجزين عبر التفاوض وإعادة الجيش الذي يعاني جراء المعارك الضارية مع المقاومة الفلسطينية في غزة. تآكل الجبهة الداخلية في إسرائيل أمر بات واضحا للعيان خلال الأيام القليلة الماضية، وزاد من وضوحه ما تفرده وسائل الإعلام الإسرائيلية من وقت لتأكيد ذلك، إذ أكدت رفض عدد من الجنود المصابين في معارك غزة زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لهم في المستشفى. عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس الذي تشير استطلاعات الرأي إلى تفوقه على نتنياهو في أي انتخابات مقبلة، أقر بخطورة الموقف الداخلي وشدد على أن إسرائيل تواجه تحدياً غير مسبوق منذ إنشائها، لافتاً إلى أن استبدال رؤوس الأذرع الأمنية في وقت الحرب يضر بالأمن. صحيفة هارتس الإسرائيلية بدورها قالت إن الجيش الإسرائيلي وبعض المحللين يقدمون صورة خاطئة عن طبيعة سير المعارك في قطاع غزة من خلال الإعلان عن القضاء على الآلاف من مقاتلي حركة حماس. وأضافت الصحيفة أن معظم القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي سقطوا جراء تكتيكات عسكرية فعالة من مقاتلي حماس، مشيرة إلى افتقار الجيش الإسرائيلي للحلول السريعة لمواجهة مثل هذه التكتيكات وسعي كبار مسؤولي المؤسستين العسكرية والأمنية في إسرائيل إلى تصوير الحرب على أنها انتصار كبير قبل أن تتضح معالم هذا الانتصار المزعوم على أرض الواقع. أغلق متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين طرقا مؤدية إلى مطارين دوليين في نيويورك ولوس أنجلوس لفترة وجيزة، مما أدى لعرقلة حركة المرور في الوقت الذي تواجه فيه شركات الطيران الأمريكية كثافة في حركة السفر بسبب موسم العطلات. وأوقفت المظاهرات سيارات على مشارف مطار جون أوف كينيدي الدولي في نيويورك، حيث اضطر بعض المسافرين للسير على الأقدام من أجل تجاوز الازدحام المروري، وكذلك الأمر في الطريق المؤدي لمطار لوس أنجلوس الدولي. وقال متحدث باسم شرطة لوس أنجلوس إن 35 شخصاً اعتقلوا خلال التظاهرات. وفي نيويورك رفع نشطاء لافتات تطالب بإنهاء الحرب في غزة وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم. التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. واشنطن تقترح الإفراج عن 250 مليون دولار كمساعدات لأوكرانيا، والكونغرس ينقسم حول قرار الدعم برمته.
بتوجيهات من القيادة السياسية، يقوم الهلال الأحمر المصري بإنشاء مخيم إغاثي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأفاد مراسل التلفزيون المصري بأنه جاري الانتهاء من المرحلة الأولى للمخيم، والتي تتضمن إقامة 300 خيمة تستوعب أكثر من 1500 شخص. ويأتي المخيم الإغاثي بخان يونس في إطار جهود مصر لتخفيف الأزمة الإنسانية بغزة واستيعاب آلاف النازحين من شمالها. قامت جمعية الهلال الأحمر فرع بورسعيد بتعبئة 4 شاحنات ضمن قوافل المساعدات التي تقوم بها الدولة لمساعدة أهالي قطاع غزة في فلسطين. وبدأ متطوع الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع إحدى الجمعيات في تعبئة المساعدات التي تشتمل على مواد غذائية وملابس ومستلزمات طبية، تمهيدا لنقلها إلى مدينة العريش للعبور عن طريق معبر رفح إلى الأراضي الفلسطينية. المواد الإغاثية متمثلة في جميع الملبوسات الشتوية نظرا لقرب موسم الشتاء، أو إحنا بمعنى أصح في موسم الشتاء، بالإضافة إلى جميع المواد الغذائية اللي بيحتاجها الشعب الفلسطيني. إحنا أضفنا كمان حاجة يمكن نضيفها لأول مرة، هي الدقيق، اللي هو ده كان مطلب لهم لأنهم كمان هناك بيعانوا، وكمان اللي بيطلبوا حاجة اسمها الطحين اللي هي حسب مدلوم اللي هو الدقيق. والحمد لله رب العالمين، حضرتك زي ما أنت شايفين كده 4 تريلات موجودين، وإن شاء الله بإذن الله خلال الأسبوع الجاي إن شاء الله هنحمل برضه تريلا. النهارده بنطلع القافله رقم 4 لاهالينا في غزه. النهارده مطلعين 4 شاحنات مشتمله للدفايات وبطاطين ومعدات غذائيه وادويه طبيه ومستلزمات طبيه كمان، ومحفظات للاطفال، لبن للاطفال بكل الانواع، وبعتينها بكل حب لأهالينا هناك. بنتمنى ان هي توصل بالسلامه ليهم، واتمنى ان هي توصل في السريع كده علشان يقدروا ان هم يعدوا الازمه بتاعتهم. النهارده يمكن شحنه كبيره وضخمه تضم عدد كبير من المساعدات من المواد الغذائيه والادويه والملابس واحتياجات الشتاء، وكمان الادويه والمستلزمات الطبيه الخاصه بالعمليات الجراحيه والطوارئ بالمستشفيات. يمكن دي سلسله كامله من المساعدات اللي بيطلقها الهلال الاحمر المصري عموما في مستوى مصر، جمهورية مصر العربية كلها، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني في الجانب الآخر لبحث الاحتياجات ورفعها وتقديم ما هو لازم لأهلنا في غزة. بشكر ولاد المتطوعين، ودي مش أول أزمة يكونوا يعني يكونوا فيها من الصفوف الأولى، اللي بيبذلوا جهد مجهود، بيبذلوا عطاء، بيبقوا قاعدين طول النهار معانا رغم ظروفهم ورغم شغلهم. اللي عنده شغل بيخلصه وبيجي يساعدنا، فدي كانت يعني آخر أزمة يقفوا فيها وقفة رجالة معانا، بيقوموا بكل حاجة بيساعدونا فيها، بالتعبئة، بشيل الكراتين طول النهار، بصراحة ما بخلوش علينا بمجهودهم. في البداية بنبدأ نستقبل المعونات اللي بتيجي، بنبدأ نفرزها ونصنفها. طبعا احنا مش بيبقى لما بنيجي نبعت مش بنبعت اي حاجة، هما طبعا بيبقى في تواصل ما بين الهلال الاحمر المصري والهلال الاحمر الفلسطيني، هما بيبعتولنا الاصناف اللي هما محتاجينها بمواصفات معينة، بيطلبوا طريق صلاحية معين، بيطلبوا اصناف معينة. فطبعا احنا بنبدا نستقبل الحاجات دي، نفرزها، نشوفها مطابقه للمواصفات اللي هم طالبينها ولا لا، ونبدا نصنفها ونستبعد الحاجه اللي مش مطابقه او مش مناسبه. قال وزير الخارجيه الروسي سيرجي لافروف ان مؤامرات الدول الغربيه التي تنحسر هيمنتها هي السبب الى حد كبير وراء الزج بالعالم في حاله من الفوضى. واكد لافروف ان الدوائر الحاكمه في الغرب تثير أزمات على بعد آلاف الكيلومترات من حدودها من أجل حل قضاياها على حساب الشعوب الأخرى. ودعا لافروف إلى وقف تصعيد الصراع في الشرق الأوسط مندّدا بكل الأعمال الإرهابية والعقاب الجماعي. كما شدد وزير الخارجية الروسي على كسر حلقة العنف المفرغة ورفع الظلم الذي عانت منه أجيال من الفلسطينيين. وجه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي الشكر للولايات المتحدة على إطلاق الحزمة الأخيرة من المساعدات العسكرية لبلاده. وأحض زيلنسكي واشنطن حليفته على الإبقاء على هذه المساعدة الأساسية التي يتزايد الغموض بشأن مستقبلها بعد انقسامات داخل الكونغرس بشأن دعم كييف ماديا وعسكريا.
استمرار المساعدات الأمريكية لأوكرانيا في العام الجديد بات مرهوناً بقرار الكونغرس الأمريكي، وذلك بعد الإعلان عن الإفراج عن 250 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا هي الأخيرة العام الحالي. من جانبها دعت الخارجية الأمريكية الكونغرس المنقسمة بشأن مساعدة أوكرانيا إلى أن يتحرك بسرعة لضمان تواصل الدعم، ويريد المشرعون الجمهوريون وقف الدعم لكييف رافضين المصادقة على حزمة جديدة، ما لم يوافق الديمقراطيون أولاً على إجراءات صارمة لكبح الهجرة عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة. وتشمل الدفعة الأخيرة من المساعدات ذخائر دفاع جوي ومكونات أخرى لأنظمة الدفاع الجوي، وذخائر إضافية لأنظمة راجمات صواريخ، وذخائر مدفعية، وذخائر مضادة للدروع، وأكثر من 15 مليون طلقة ذخيرة. ومع تعزيز الجبهة الأوكرانية عسكرياً، تسعى واشنطن لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لتقويض روسيا، فبجانب العقوبات الأمريكية اقترحت الولايات المتحدة قيام مجموعات عمل من دول مجموعة السبع باستكشاف سبل مصادرة 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة بحسب صحيفة فاينانشيال تايمز. وتقدر وزارة المالية الروسية حجم الأصول المجمدة من قبل الغرب بما يتراوح بين 300 مليار دولار و350 مليار دولار، وهو ما يقارب نصف احتياطات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي. ورغم أنه من الناحية القانونية لا تزال هذه الأموال مملوكة لروسيا، فإنه لا يمكنها التصرف فيها بسبب العقوبات. كان الحوار الوطني من أبرز ملامح عام 2023، والذي تجلت فيه أحد أسس الجمهورية الجديدة المتعلقة بخلق مساحات مشتركة بين أطياف المجتمع والقوى السياسية. من جانبها عززت القيادة السياسية الحوار الوطني بتعهد الرئيس السيسي بالتصديق على مخرجاته في إطار صلاحياته الدستورية والقانونية. نظمت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ورشة عمل بعنوان تطبيقات نماذج التعليم على الطريقة اليابانية في مصر. يشارك في ورشة العمل ممثلون عن كل من لجنة القطاع بوزارة التعليم العالي كلية التربية، ممثلون عن المدارس المصرية اليابانية والجمعية الدولية اليابانية التي تستهدف التعليم على الطريقة اليابانية. تستهدف الورشة كذلك تبادل الخبرات في تطبيق نماذج التعليم اليابانية في التعليم العالي والتعليم الأساسي في مصر، وتمهيد الطريق لتعزيز الاستدامة في تنمية الموارد البشرية لنماذج التعليم اليابانية في مصر بالتعاون مع الجامعات والمجتمع الأكاديمي في كل من مصر واليابان. تعاون كبير بيننا وبين طبعا دولة اليابان، وهي دولة متقدمة جدا تكنولوجيا، واللي أهم من كده أن طبعا الجانب الياباني بيهتم بالقيم. احنا عندنا تعاون على مستوى طبعا في تعاون بين جامعات مصرية وجامعات يابانية، انما طبعا الجامعة المصرية اليابانية هي يعني انشئت بشراكة كاملة بين حكومة مصر وحكومة اليابان في الإدارة، في الحوكمة، في التدريس، حتى في المناهج.
كان لغايه دلوقتي التعاون بينه وبين الجانب الياباني كان بالجانب المصري كان مقتصر على المدارس المصريه اليابانيه، ولكن من اجل الاستدامه ومن اجل تطوير المشروع بتاعنا بدانا ان احنا على ارض الواقع ناسس لانشاء دبلومه داخل الجامعه المصريه اليابانيه، وده اللي يعتبر من مصادر سعادتي، لان حاسس ان المشروع مش قاصر بس على قطاع واحد الا وهو قطاع التعليم الاساسي، ولكن ايضا ينتشر او يمتد الى قطاع التعليم العالي. النهارده اليوم يعتبر مهم جدا لان هو يعتبر ثمار للتعاون اللي بدا في مصر من 2016 عن طريق اقامه المدارس المصريه اليابانيه اللي ابتدت ب 10 مدارس 15 ودلوقتي وصلوا ل 51 مدرسه. المفروض المشروع ان شاء الله هيبتدي يمتد في جميع انحاء مصر، والمدارس المصريه اليابانيه هتبقى اساسيه في التعاون. وعلشان نكمل الخطوه دي كان من المهم جدا ان احنا ننتقل الى الخطوه المتقدمه الا وهي انشاء دبلومه لتدريس التوكاتسو او الانشطه الخاصه اليابانيه داخل جامعتنا. كون ان احنا بنفكر بشكل جاد ان يبقى في حاجه رسميه او برنامج رسمي وكورس رسمي ودبلومه للدراسه التعليم الياباني، ده بيعدد وبيقوي الوجود المعلم القوي في المدارس المصريه واليابانيه، بل بالعكس مش بس في المدارس المصريه اليابانيه فقط، ولكن في نظام التعليم المصري بالكامل، لأنه جزء أساسي من التعليم الياباني هو بناء شخصية الطفل وجعله شخصية قوية في المجتمع مشارك ليها مساهم في تطويرها وبنائها. انطلقت اليوم قافلة طبية بمركز شباب الحرمين بنطاق حي المنتزه الثاني ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة. جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة لجميع الفئات المستهدفة، وخاصة في الأماكن الأشد احتياجا. وتضم القافلة 5 عيادات متنقلة مختلفة التخصصات، مع تواجد فرق الكشف المبكر عن الأورام السرطانية والاعتلال الكلوي والضغط والسكري وتوفير جميع لقاحات كورونا. رفعت الأجهزة المحلية درجة الاستعداد بالمحافظات لمواجهة موجة الطقس المتقلب وسقوط الأمطار الغزيرة والرعدية التي تعرضت لها عدة محافظات. وتلقت وزارة التنمية المحلية تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات حول جهود المحافظات والإجراءات والاستعدادات اللازمة لمواجهة موجات الطقس وسقوط الأمطار الغزيرة وتغيرات الأحوال الجوية والرياح الشديدة التي تتعرض لها محافظات الجمهورية. فضلا عن متابعة رفع تراكمات مياه الأمطار وشفطها من الشوارع الرئيسية والفرعية وكافة المناطق بالمحافظات، وتقرر تعطيل الدراسة الخميس بجميع المدارس في 3 محافظات وهي الدقهلية والغربية وكفر الشيخ حرصا على سلامة الطلاب، وذلك نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار تعرض المحافظات المشار إليها لموجة من الطقس السيء والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية. نتحول في نشراتنا إلى أخبار المال والأعمال. الجولة الاقتصادية وسارة نجيب، إليك سارة. شكرا يوسف، شكرا هبة. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للتاسعة، أهلا بكم. ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة ومتابعة عدد من الملفات الاقتصادية. الاجتماع تابع مؤشرات أداء الاقتصاد المصري في كافة القطاعات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، حيث أكد رئيس الوزراء أهمية بذل مختلف الجهود من أجل تحقيق أهداف الدولة في مختلف المجالات ومواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي. رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع استمرار
العمل ببرنامج الإصلاحات الهيكلية للقطاعات المحددة، مشيرا إلى أن الحكومة تمضي على قدم وساق في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري. واصل جهاز حماية المستهلك جهوده الرقابية في ضبط الأسواق لضبط المخالفين من محتكري السلع ولضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة. وفي هذا الإطار شن الجهاز حملة مكبرة بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة، أسفرت عن ضبط 11 طنا ونصف الطن سكر تم حجبهم عن التداول. وفي نطاق محافظة الغربية تم ضبط أحد متعهدي الشركة الشرقية للتصرف في الحصة الواردة إليه في السوق السوداء بإجمالي 810,500 علبة سجائر متنوعة تم التصرف فيهم. وفي نطاق محافظة سوهاج تم ضبط مصنع غير مرخص يعمل في إنتاج وتصنيع منتجات التبغ المغشوشة ويقوم بطرحها في الأسواق تحت علامات تجارية مقلدة. في أسواق المال انتهت البورصة المصرية وأنهت تعاملات الجلسة نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جمعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع وسط تداولات بلغت 5,200,000,000 جنيه، وتراجع رأس المال السوقي بقيمة 87 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.594 تريليون جنيه. على صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر EGX 30 بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 24,691 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 5,462 نقطة. وصعد مؤشر EGX 100 بنسبة 33% ليغلق عند مستوى 7,854 نقطة. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط مع استيعاب الأسواق. استأنف عدد من شركات الشحن لرحلات سفنها عبر البحر الأحمر ورغم التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. هذا وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.27% ليصل إلى $78.64 للبرميل. كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.21% ليصل إلى $73.21 للبرميل. هذا وقفزت أسعار المازوت عالميا بنسبة 21% لتصل إلى $2.06 للتر. وصعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.54% لتسجل $2.52 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قال الرئيس التنفيذي لشركة غاز بروم الروسية لاكسي ميلر أنه يتوقع أن ينمو الطلب على الغاز في العالم بنسبة 43% في السنوات 25 المقبلة، مؤكدا أن شركة غاز بروم مستعدة لذلك. وأوضح ميلر أن شركة غاز بروم تعمل على تطوير التعاون مع الدول المهتمة بإمدادات الطاقة الموثوقة، مشيرا إلى أن الطلب على الغاز في أوروبا على عكس من ذلك يتم تدميره بشكل مصطنع لأول مرة في تاريخ الطاقة العالمية. وفي وقت سابق توقع وزير الطاقة الروسي زيادة الطلب العالمي على الغاز بمقدار 600 مليار متر مكعب حتى عام 2040. أكدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام هبطت بواقع 6,900,000 برميل في الأسبوع الماضي إلى 436,600,000 برميل مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بتراجعها 2,700,000 برميل. وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن استهلاك مصافي التكرير الأمريكي للخام زاد 58,000 برميل يوميا الأسبوع الماضي. هذا وارتفعت معدلات تشغيل المصافي
0.9% نقطة مئوية الأسبوع الماضي. تراجعت الأسهم الأوروبية تأثراً بانخفاض أسهم البنوك وشركات النفط الكبرى، لكن الأسواق بدت مستعدة لنهاية قوية للعام بفضل توقعات بأن خفض البنوك المركزية تكاليف الإقراض العام المقبل. وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%، وتراجع قطاع الطاقة 0.6% متأثرا بانخفاض أسعار النفط الخام، في حين خسرت أسهم البنوك 0.5%. نهاية جولتنا الاقتصادية لتسع، والآن عودة من جديد إلى يوسف وهبة، إليكم. شكرا لك سارة. شهدت محافظة البحر الأحمر افتتاح معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بالممشى السياحي بمدينة الغردقة، وذلك في الفترة من 27 من ديسمبر الجاري وحتى 15 من يناير القادم. يفتح المعرض أبوابه من 12 صباحا إلى 12 مساء يوميا طوال فترة إقامته، ويأتي افتتاح المعرض بالغردقة في إطار الدعم المستمر لتشجيع وتنشيط العمل على الحرف اليدوية المصرية الأصيلة التي تحفظ لنا تراثنا وتاريخنا من خلال هذه الحرف. كما يهدف المعرض إلى تسويق المنتجات اليدوية والحرفية التي تعبر عن التراث المصري بكافة منتجاته. وتأتي إقامة المعرض تنفيذا لسياسات الدولة بدعم المنتجات الحرفية واليدوية وتعزيز الثقافة والهوية المصرية وتحفيز المشروعات متناهية الصغر، حيث إن المعرض يلقى إقبالا شديدا من الزوار الأجانب والمصريين. ده أول اشتراك لينا في معرض ديارنا، وبصراحة احنا مبسوطين خالص إنه أول مرة بينزل الغردقة هنا، ومحتاجين انه يبقى دايما ان شاء الله متكرر يكون معانا هنا، لان احنا بنشوفه وبنتفرج عليه بصراحه حاجه لينا الفخر ان يكون في معرض زي كده. يعني بننزل منتجاتنا هنا في الغردقه للبازارات يعني والمحلات التجاريه بتاعت السياحه، واغلبيه شغلنا بيبقى هاند ميد يدوي كله، مفيش حاجه اسمها في يعني المكان مش داخل في التصنيع خالص يعني. كل منتجاتي جلد طبيعي، تشطيب طبيعي، ما فيهاش اي مواد صناعيه. خامة الجلد بمتاز بيها ان هي متشطبه طبيعيه، مش مرشوشه، ما لهاش اي مواد رش. وبعمل الاكسسوار النحاس بتاعي بيبقى عباره عن نحاس حفر يد، وكل منتجاتي زي ما انت حضرتك شايف هي عباره عن حرق، والجلد بحاول ان انا امزج ما بين يعني الحضاره الفرعونيه، وفي نفس الوقت بعمل الموديلات بتاعتي بحاول ان ادخل فيها الطابع المحلي اكتر، يعني زي مثلا الثقافه بتاعتنا. الاول بصمم الديزاين، بعد كده بيطبع، بعد كده بيتحفر على النحاس المصري، بعد كده بيدخل حاجه اسمها صنفره، بعد كده الأحواض بقى ثلاث مراحل في الحوض، ثلاث مراحل سواء فضة أو ذهب. والآن إلى آخر أخبار الكرة والملاعب. سارة نجيب معها التفاصيل والأحدث منها، تفضلي سارة. شكرا لكما هبة ويوسف. مشاهدينا، هذه وقفتنا الرياضية للتاسعة. توج الأهلي ببطولة كأس السوبر المصري بالفوز على مودرن فيوتشر في نهائي البطولة بنتيجة 4-2 خلال المباراة التي جمعتهما باستاد محمد بن زايد بدولة الإمارات. سجل للأهلي كهربا، حسين الشحات، أنتوني مودست، كريم فؤاد، بينما أحرز لمودرن فيوتشر عمر السعيد ومحمد محمود، وبذلك يتوج الأهلي بكأس السوبر للمرة 14.
حصد فريق بيراميدز لكرة القدم الميدالية للمركز الثالث ببطولة كأس السوبر المصري في نظامه الجديد عقب فوزه على نظيره سيراميكا كليوباترا بركلات الترجيح 5-4 في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي في مباراة تحديد المركز الثالث. حددت رابطة الأندية المصرية المحترفة يوم الأحد المقبل موعداً لإجراء قرعة النسخة الثالثة من بطولة كأس الرابطة موسم 2023-2024 التي ستقام خلال فترة التوقف لمشاركة منتخب مصر ببطولة أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار. ومن المقرر إقامة مراسم إجراء القرعة بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالجبلية. أعلن المدير الفني لمنتخب المغرب وليد الركراكي عن القائمة النهائية لمنتخب بلاده استعداداً للمشاركة في النسخة القادمة من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 التي ستحتضنها كوت ديفوار في يناير المقبل، وتضم المجموعة السادسة منتخبات المغرب، الكونغو الديمقراطية، زامبيا وتنزانيا. أعلن المدير الفني لمنتخب الكاميرون لكرة القدم قائمة المنتخب التي ستشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام بكوت ديفوار خلال الفترة من 13 من يناير وحتى 11 من فبراير المقبل. وأوقعت القرعة البطولة منتخب الكاميرون في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات السنغال وغينيا وغامبيا. أعلن حارس المرمى الأسباني دياغو لوبيز اعتزاله كرة القدم بعد أن بلغ من العمر 42 عاماً، ولم يعد الحارس المخضرم مرتبطاً بأي فريق منذ رحيله عن ريو فايكانو الصيف الماضي. وخلال 18 عاماً قضاها لوبيز بين أندية النخبة لعب الحارس مع ريال مدريد إلى جانب فيا ريال وأشبيلية وميلان وإسبانيول وريو فايكانو. واكتسب لوبيز شهرة كبيرة عندما قرر المدرب جوزيه مورينو خلال توليه تدريب ريال مدريد الاستعانة به بشكل مكثف على حساب الحارس الإسطوري إيكر كاسياس. نهاية جولتنا الرياضية، والآن عودة من جديد إلى هبة ويوسف. إليكم. أشكرك سارة. تواصل دار الأوبرا المصرية احتفالاتها بالعام الجديد 2024، حيث تقدم فرقة بالي أوبرا القاهرة رائعة المؤلف الروسي تشايكوفسكي كسارة البندق من إخراج أرمينيا كامل بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو نادر عباسي. خمسة عروض متتالية تقدمها دار الأوبرا المصرية احتفالا بأعياد الكريسماس والعام الميلادي الجديد، وذلك على خشبة المسرح الكبير، حيث تقدم فرقة بالي أوبرا القاهرة رائعة المؤلف الروسي تشايكوفسكي البالي الكلاسيكي العالمي كسارة البندق. طبعا احنا عندنا بالي كسارة البندق، ويعني ده يعتبر أشهر بالي بنقدمه هنا في فرقة البالي، وأكتر بالي بيلقى حضور من الجمهور يعني، والجمهور كله بيحبه. الأجواء حلوة قوي، وأنا عرفت عن العرض أصلا من على السوشيال ميديا، عشان أنا وصاحبتي أصلا بنلعب بالي في اسكندرية، فجينا عشان نتفرج على النات كراكر. الموضوع مشجع فعلا عامة، وشايفة كمان ناس أجانب كتير جايين، والموضوع شكله حاجة مشرفة، والأجواء حتى بره المبنى الأنوار وكده حاجات مشرفة جدا. ارتبط بالي كسارة البندق بأعياد الميلاد والعام الجديد بسبب أجوائه الساحرة وأحداثه الشيقة، إلى جانب تصوير قدرة الحب على تحويل مصائر الأشخاص والتأثيرات على الأحداث، ويعتمد على استخدام عناصر إبهار فنية متنوعة بالإضافة إلى بعض الخدع البصرية. طبعا الأجواء مبهجة جدا، وبصراحة دي أول مرة أجي، بس حاسة اني مبسوطة يعني اني جيت،
أكيد هكرر إن أنا أجي هنا تاني. باليه كسارة البندق كتب موسيقار روسي تشايكوفسكي عام 1891 مستلهما إحدى القصص الفرنسية التي اقتبست من رواية كسارة البندق وملك الفئران، وعرض لأول مرة عام 1892 على مسرح دار الأوبرا الإمبراطوري بسان بطرسبورغ، ويعد أحد أهم العروض الكلاسيكية لفرقة باليه أوبرا القاهرة، حيث تم تقديمه لأول مرة على المسرح الكبير عام 1993، ومنذ ذلك الوقت يعرض سنويا في ديسمبر احتفالا بالعام الجديد. والآن أخبار الطقس والأحوال الجوية. نعود فيها مرة أخرى إلى سارة نجيب. إليك سارة. شكرا يوسف وهبة. مشاهدينا، هذه وقفتنا الثالثة والأخيرة وأحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوكه البحري، مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها بالقاهرة. القاهرة 22-15، الإسكندرية 22-14، مطروح 21-13، بورسعيد 21-15، والإسماعيلية 22-13. ونذهب إلى السويس. السويس 22-14، العريش 21-14، طابة 23-15، شرم الشيخ 25-17، والغردقة 24-15. ونذهب إلى الأقصر. الأقصر 25-11، أسوان 25-12، الوادي الجديد 24-12، شلاتين 25-18، وأخيراً حلايب 23-19. والآن نستعرض معكم مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن مشاهدينا نترككم مع لقطة هي الأبرز لهذا اليوم. انتهت أخبار التاسعة، وهذه تذكرة بالعناوين.
الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى برقيات تهنئة من كبار رجال الدولة بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد. مصر تقدم مقترحا لتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية لوقف العدوان على قطاع غزة وإعادة السلام للمنطقة. بعد مفاوضات دامت لأكثر من شهر، اتفاق إسرائيلي قبرصي لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر ممر بحري. نهاية نشرة التاسعة، لكن هواء التاسعة يتواصل معكم، والإعلامية شفقي المنيل. مساء الخير يا شفقي. مساء الخير يا شفقي. مساء الخير يا هبة. مساء الخير يا يوسف. معلش بقى يوسف، هبة لابسة أحمر وفوز الأهلي عامل كده جو من البهجة، يعني متفائلة. عام جديد وسعيد علينا كلنا يا رب إن شاء الله، ودايما بننتظر الحلقة بتاعتك يوم الخميس لأنها بيبقى ليها طبع خاص آخر الأسبوع يا شفقي. أشكرك يا هبة، وأتمنى بإذن الله إن كل الأيام اللي جاية تبقى فيها من الأمل والأمنيات الحلوة يعني، والتفاؤل برضو. الكرة الناس بتحبها، لما بيحصل إنجاز بتخرج الناس شوية من بعض المشاكل الواحد بيشوفها، لكن وبالذات لما يكون في نهائي وكمان بيقام بره بالشكل المشرف ده. وبنتمنى طبعا الفوز لكل الأندية المصرية، وتمثيل مشرف دايما للكرة المصرية، والأهلي دايما يعني متقدم ومشرفنا أكيد يعني. بشكركم يعني. والأندية المصرية حتى ما بتلعب بره بهذه البهجة بنبقى سعداء. بشكرك يا يوسف، بشكرك يا هبة، اتمنى لكم ان شاء الله ايام اصلنا خلاص بنخلص سنة يا رب على خير. اشوفك ان شاء الله السنه الجايه بقى ان شاء الله. اشوفكم السنه الجايه الاسبوع الجاي، هبقى السنه الجايه ان شاء الله. فمن هنا للسنه الجايه اتمنى لكم كل التوفيق ولكل صناع نشره التاسعه. مشاهدينا الكرام، اسمحوا لنا نبدا التاسعه.